تعالوا نشوف مع حضراتكم كده في الاسكندريه اخر الاستعدادات للمباريات المقبله. نشوف كابتن خالد قمر واحد من المهاجمين اللي ماشيين بشكل مميز جدا خلال هذا الموسم، نور السيد، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم ونروح للنادي الاهلي ونعرف اخباره وتفاصيله. شايف السنة دي يمكن الحمد لله مقدين بشكل كويس، ومع كان معنا الكابتن عمر في الأول يمكن ما كانش عنده توفيق في أول السنة، جه الكابتن حلمي كمل، شايف إن الدنيا متغيرة يعني الحمد لله، يعني بما الفترة اللي فاتت تعبنا قوي، وبالذات الماتش اللي فات. مش هتكلم في الكورة، هتكلم على الجماهير، إن الآخر للدقيقة 91 وإحنا خسرانين وبيشجعونا، انك تجيب جول في الدقيقه 91 وتفرح الجماهير، ده مش عشان انا اللي جبت جول، لا، اي حد كان هيجيب جول كان هيروح للجماهير عشان خاطر يفرحها، عشان هم تعبوا في الماتش ده. بصراحه احنا بنتعامل اسره واحده طبعا، من اداره لجهاز فني لجمهور، اللي لما بيساند فريقه بشكل كويس وبشكل جدي بيبقى الموضوع مختلف مع اللعيبه تماما، عكس ما يكون الموضوع بيبقى بالسلب، بيبقى بينعكس على بعض اللعيبه اللي ما عندهاش خبرات في الملعب وما لعبتش كتير، فممكن الموضوع ده ياثر عليهم بالسلب شويه. فاعتقد احنا الحمد لله احنا ده مش وضعنا برده، كنا بنتمنى نبقى في افضل من كده. يمكن كان معانا جهاز فني محترم اللي مشي، الكابتن محمد عمر، الكابتن محمد نور، والكابتن محمد ابراهيم، والكابتن يوسف، كان الناس كلها تعبت معانا وادت معانا بشكل كبير، وكان في سوء حظ غير طبيعي، ويمكن احنا كان الدنيا خبطت معانا شويه في بعض النتائج، انما احنا كنا ممكن نبقى في وضع احسن من كده بكتير جدا، ومع التدعيمات اللي جاتنا ومع الناس الموجوده القديمه، فبنشكر ربنا على كل حال. فده مش وضعنا، بس احنا دايما طموحاتنا الناس الكبيره اللي لعبت في انديه كبيره وعارفه الكلام ده كويس، احنا حتى لو بنلعب ماتش ودي في الشارع بنبقى عايزين نكسب. انا ما بحبش اتكلم في موضوع المنتخب ده خالص، لان في الاول في الاخر ده قرار مدير فني وجهاز فني، لا لو على الاستحقاق، لا يعني مش عشان خالد صاحبي ولا خالد معايا في النادي، لا، رقم واحد خالد بيقول لي ده نور توامي مش صاحبي، بس لا ده اخ ليا، ويمكن انا خالد عرفته في النادي هنا، بس انا كنت بالنسبه لي يعني انا خسرته فتره طويله، اللي انا ما عرفتش في الكوره فتره طويله، انما بالنسبه لي والله 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 انا عمر انا انت عارف ان انا دغري يا وليد، انا في حياتي واحد عندي سوي اثنين، انا خالد احسن فترات حياته معانا السنه دي، انا مستغرب على القرارات، انما انا بالنسبه لي كنور السيد لا، عليا تحفظات كتير جدا، مش عشان اهلي وزمالك، لا، احنا من احسن مواسم اللي احنا عاملينها في حياتنا في الكوره السنه دي في الاتحاد، فليه طبعا ما مش فاهم برضه. انا عن نفسي انا ما بتكلمش عن نفسي خالص، انا والله العظيم ما فارقه معايا اي حاجه، انا بشتغل كل همي النادي فقط لا غير، تيجي بقى منتخب ما يجيش منتخب ما بي ولا يعني اي شيء، انا مع جهاز فني من المنتخب بعت لي وما روحتش، وبقولها علنا على الهواء، ما حدش كان يعرف الكلام ده، مع مستر برادلي وبقولها على الهواء وما روحتش، وكان في عز نجوم المنتخب ابو تريكه وصلاح وعبد الله السعيد وحسن، كان كلهم نجوم وما روحتش، والموضوع ده مش هيعنيني باي شيء، انما في ناس مصدومه، انا بتكلم بكل امانه، في ناس مصدومه، خالد رقم واحد في فرادة في مصر والناس كلها شايفه كده، طب ليه؟ انا مش عشان خالد، اقسم بالله ما عشان خالد، كل النقاد بيقولوا الكلام ده دلوقتي، انه اتكلم دغري، انما موضوع سن اعمار وعمار، لا، لو اعمار عبد الله السعيد بالنسبه لي رقم واحد في مصر حاليا، رقم يعني عبد الله سعيد ما فيش اثنين يختلف عليه في مصر في الكوره، الموضوع فيه اسباب احنا كلنا عارفينها، ومش اسباب فنيه، لا، الاسباب بره الكوره خالص. طبعا احنا بنستعد لمباراه الاهلي، خلاص الماتش اللي فات مع الكابتن حلمي الماتش خلص، خلاص بنفكر في الماتش اللي بعديه. كابتن زي ما انت شايف اقل حاجه 3 ساعات في الملعب، بنحاول نعمل اللي الكابتن بيقول عليه، هنتعب علشان خاطر ماتش كويس، ماتش احنا انا فرقتي فرقه محترمه، ومش هتكلم بقى على جهاز وجماهير، انا هتكلم على الفرقه، اهلي وزمالك، يعني الفرقه كلها منتخب مصر، احنا الحمد لله لعبنا الاهلي الدور الاولاني كسبنا 4، يعني ليه ما نكسبش على ملعبنا الدور الثاني؟ بس مش هنكسب الا لما يبقى في اجتهاد وفي روح زي الماتش الاولاني، ربنا يكرمنا فيه ان شاء الله، ولو احنا تعبنا هنكسب، يعني لو تعبنا مش هنتعادل، لو تعبنا ان شاء الله هنكسب في الماتش ان شاء الله. اولا طبعا ماتش كبير، بس احنا كنا قلت لك كنا بنتمنى نطلع الماتش اللي فات بنتيجه افضل من كده، بس الحمد لله نحمد ربنا ان احنا تعادلنا برده في وقت صعب جدا، ودايما ده اصرار من اللعيبه، وقلت لك لما الجمهور بيبقى معانا بالايجاب بيبقى الموضوع مختلف، الجمهور لاخر دقيقه بيشجع واحنا خسرانين، ده حاجه كانت ايجابيه بالنسبه لنا، فان شاء الله انا الماتش الاهلي انا مش قلقان والله، انا ده الماتشات الكبيره يمكن هيجي بعد ماتش صعب بعد اهلي وزمالك، بس انا مبسوط ان هنلعب الاهلي في الوقت ده، وان شاء الله يبقى حاجه كويسه ونطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله ونفرح جمهور اسكندريه.
شكرا للزميل العزيز وليد السنوسي. حقيقه دايما احنا متابعين كل حاجه بتحصل في الاسكندريه وفي المصري وفي الاسماعيليه قدر المستطاع. الحقيقه بنحاول ان احنا نبقى مع حضراتكم في الصوره، مش بس اهلي ومش بس زمالك، لانه الانديه التانيه ليها عندنا حقوق كمان كبيره جدا، لانها انديه جماهيريه.